تحية من عمان السيد سركيس تشوبريان المحلل الأول للأسواق المالية العالمية في مجموعة أكوتي. كنا نتكلم سركيس أهلا بك، كنا نتكلم عن السلع التي ربما ستشهد عصرا ذهبيا جديدا يعيدنا إلى المستويات السابقة. كيف ترى هذه أو هذا المشهد في هذه المرحلة؟ أود أن أبدأ من بيانات صدرت الأسبوع الماضي، وهي بيانات اقتصادية أثبتت تسارع أو استمرارية في نمو قطاع الصناعات التحويلية، رغم أن قطاع الخدمات ما يزال ضعيف، وهذا أمر منطقي في ظل عدم عودة العالم إلى طبيعته كاقتصاد إجمالي وارتكز على قطاع الخدمات. لكن الملاحظ في الأمر بأن قطاع الصناعات التحويلية ينمو بوتيرة مستمرة، وهذا انعكس على ارتفاعات مستمرة أيضا في العديد من المعادن، أذكر منها النحاس الذي وصل أعلى مستوياته منذ 2011، وكذلك النيكل والبلاتين، وهذه المعادن المرتبطة بشكل وثيق مع الصناعة استمرت بارتفاعها ليس فقط لهذا الشهر بل لعدة أشهر سابقة. ولو قارنا أداء هذه المعادن في معادن أخرى مثل الفضة، فشهدنا ارتفاع على مدى هذا الشهر مقداره فقط 2% بأسعار الفضة بعد عمليات مضاربة حادة، بينما انخفض سعر الذهب 3% على مدى هذا الشهر فبراير 2021. في المقابل البلاتين ارتفع بنسبة فاقت 20% أو 30% خلال الفترة الماضية، وهذا كله يدل بأننا أمام طلب مرتكز على المعادن المرتبطة في الصناعة. أود الحديث هنا بشكل خاص عن النحاس، لماذا هذا الارتفاع في هذا الوقت على وجه الخصوص؟ يعني هل توقعات؟ هذا سركيس سيد سركيس، هل هذا يدل أنه يعني عودة النمو أو تعافي النمو في الصين، تعافي الطلب، هل هذا مسار صعودي سنراه في المرحلة القادمة؟ بالفعل هذا ما أعتقده، وتحديدا كما أشرت في قطاعات الصناعات التحويلية والصناعة، فيبدو على أننا أمام مرحلة من تعافي تام، هذا إن لم يكن بالفعل هنالك تعافي تام في قطاعات الصناعة والصناعات التحويلية، وهذا ما يدل على أننا أمام طلب صيني بل وطلب عالمي. هنا أريد أن أنظر إلى نقطة مهمة جدا بالنسبة للنحاس على وجه الخصوص، وهي التوجه من الولايات المتحدة إلى الطاقة النظيفة. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني طلب هائل على النحاس من أجل الخلايا الشمسية وغيرها من الأدوات المرتبطة في الطاقة النظيفة، وهذا ما يعطي توقعات في تزايد الطلب العالمي على النحاس مما دفع أسعاره للارتفاع. لو نظرنا إلى البلاتين، لماذا يرتفع البلاتين؟ فهنالك أيضا مخاوف من انخفاض التزويد من منطقة أفريقيا بفعل سلالات جديدة من فيروس كورونا، لكن في نفس الوقت هنالك آمال في تعافي اقتصادي عالمي دفع في توقعات تعافي الطلب على السيارات، مما يعني أيضا تزايد في طلب البلاتين، وكثير من المعادن تسير على هذه الخطى. لكن لو نظرنا إلى الذهب، فأستطيع أن أقول هنا بأن الذهب يعاني حاليا لأنه مرتبط أقل مع الصناعات، وهو معدن ثمين وكذلك معدن يرتبط صحيح بالاستهلاك، وهذا ما أثر سلبا على أسعار الذهب التي انخفضت بمقدار 3%. هل ممكن برأيك سركيس، هل ممكن القول أيضا هناك تراجع بالطلب على الذهب نتيجة ربما عودة شهية المخاطرة بشكل كبير كما شاهدنا في الأسابيع الماضية؟ هنا أود لفت النظر إلى موضوع تطرقتم له خلال الفاصل السابق، وهو موضوع مختص في عوائد السندات الأمريكية، حيث ارتفعت عوائد سندات أمل استحقاق 10 سنوات إلى 1.4%. ماذا يعني هذا الرقم؟ مؤشر سعر المستهلك في الولايات المتحدة بحسب قراءات شهر يناير الماضي هي تحديدا 1.4%، وكذلك لو نظرنا إلى مؤشر PCE المفضل من الفيدرالي الأمريكي لدراسة التضخم هو 1.5%، وهذا يعني بأن سندات أمد استحقاق 10 سنوات اقتربت من مستويات التضخم الحالية، مما جعلها أكثر جاذبية للمتداولين الباحثين عن ملاذات آمنة، وهذا ما قلص الطلب على الذهب. ورغم أننا شهدنا استقرار الدولار الأمريكي قرب مستويات منخفضة نسبيا، لكن أسعار الذهب الأسبوع الماضي انخفضت، وحتى مع محاولة اليوم ارتفاع عوائد السندات يبقي على ضعف الاتجاه الصاعد. سيد سركيس تشوبريان، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، أنت المحلل الأول للأسواق في مجموعة أكوتي.